وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة أحد زملائه في النادي الكتالوني بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وبحسب صحيفة دون بلون الإسبانية، فإن ميسي طالب المهاجم باكو الكثير بالرحيل قبل نهاية يناير الجاري لأنه يدرك أن فالفيردي المدير الفني لبرشلونة لن يعتمد عليه بشكل كبير. وأضافت الصحيفة أن ميسي أكد للكثير أنه حال رحل عن الفريق سيجد فرصة أفضل للمشاركة، والتي تعد الأهم بالنسبة له في الوقت الحالي إذا ما كان يرغب في التواجد مع المنتخب الإسباني في كأس العالم هذا الصيف. يذكر أن الكثير عانى خلال الأسابيع الماضية من إصابة عضلية وحاليا في المراحل الأخيرة من العلاج، وحال عودته لن يكون له مكان في هجوم الفريق خاصة مع تألق سواريز ووجود ديمبيلي وكوتينيو مؤخرا، وحتى الشاب خوسي هوارنيز الذي قدم أداء مميزا في الكأس مع البلوجرانا.